بعد أسبوعين من انتظار ترجمة الاتفاق مع داعش، عاد المقاوم في حزب الله أحمد معطوق إلى الحرية بعدما أسره التنظيم الإرهابي 3 أشهر نتيجة إصابته على طريق تحرير دير الزور في البادية السورية، وهو أطلق مساء الأربعاء في مقابل تسليم داعش زعيمه في القلمون الغربي المدعو أبو السوس وإرهابيا آخر يدعى أبو زيد. شعور لا يوصف، وشكر للسيد حسن المجاهدين. العودة إلى مسقط رأسه صير الغربي في قضاء النبطي كانت أشبه بعرس اختلطت فيه دموع الفرح بالزغاريد، فحمل الأسير المحرر على الأكف حيث كان ابنه في انتظاره. معطوق وفي أول كلمة له حي أرواح الشهداء الذين سطروا بدمائهم هذا الإنجاز، ووعد بمواصلة المسيرة. لقد عدت يا أهلي لكي أكون حيث أكون، يجب أن أكون مع إخوتي ورفاق دربي في المقاومة الإسلامية، نواصل الجهاد والمقاومة معا. وأتوجه إلى سماحة الأمين العام المفدى سماحة السيد حسن نصر الله، أنت الملهم. أنت الملهم وأنت القائد وحرية وأنت الوعد الصادق. ونؤكد في كل مرة أن السلسلة الذهبية الثلاثية والألماسية، الشعب والمقاومة والجيش، الكفيل الوحيد لهذا العز، لهذا المشهد الكريم الذي نراه. بوركتم وبوركت أمة المقاومة في كل مكان. وبحسب المعلومات فإن بلدة الشول السورية الواقعة قرب مدينة الميادين في دير الزور كانت نقطة تبادل المقاوم معطوق بمسلحي داعش وعائلاتهم، في وقت توجه مسلحو داعش مع عائلاتهم إلى مدينة الميادين.